من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم برنامج مجالس الفكر أتقدم إلى المشاهدين الكرام وإلى الشعب الجزائري وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله عز وجل أن يتقدم من المسلمين، أن يتقبل منهم أضحياتهم، وأن يتقبل من المقاومين الأبطال في غزة تضحياتهم، وأسأله تعالى أن يعيد علينا هذا العيد باليمن والبركة والنصر والتمكين والفلاح للمؤمنين جميعاً.